ايضا انطلاقات يزن، يزن المتالق الكبير في بطولة كأس آسيا. هذا النعيموت يتقدمه من خلالها اصيب يزن النعيمات بعد الالتحام اللي كان ما بينه وما بين سيدو سانو. هذه اللقطة نعم، يبدو بان الاصابة على مستوى الكتف بالنسبة لسيدو سانو. يعني هو بصراحة أنا مش متذكر شو عشان أحكي لك، بس كنت شوي معصب على الدكتور مش حاب أطلع، لكن طلعت غايب عن الوعي وأنا مش عارف بصراحة، يمكن غبت 10 ثواني 15 ثانية. فالدكتور يعني مشكور الدكتور بصراحة، ما خلاني أكمل، أنا كنت حاب أكمل المباراة لكن مشكور، لأنها الضربة على الرأس دائما ضربة على الرأس بيقول لك خلص دايركت اوت. حاليا صحتك شلون؟ لا الحمد لله الامور طيبه، يعني هسه احنا ملعب السد، عارف انه احنا ملعب السد ملعب الغرابه عادي لا بتقول لك تسلك. لا الامور طيبه.